يعرف صب العجين باسم عجن الناس. يعرف نحت وجه سيايوفيدين بأنه لوحة ثلاثية الأبعاد. اللعب الصامت تعتمد صورة نودلز كأوفيدين في الغالب على الأوبرا التقليدية والروائع الأربعة والفولكلور والقصص الأسطورية وغيرها من الزهور والطيور. عجن العجين خاص جداً. تنقسم الخطوات إلى سلسلة من العمليات مثل القرص والتدحرج ونفس الشيء. خصائص كاوفيديان، وهذا يعني لدمج ثقافتنا المحلية في المعكرونة، ثم استخدم هذا القناع لإخبار بعض القصص عن ثقافتنا المحلية. إنه يظهر الذاكرة التاريخية والابتكار الثقافي لكاوفيدين. سيستمر تمثال وجه سيايوفيدين أيضاً في تزيين العبقرية في أيدي الجنرالات.